انا دائما تكلمت قلت حنا نتكلم على المجتمع الجزائري بصفه خاصه. عندنا مشكله كي نقولوا المجتمع الجزائري ماشي معناتها كامل، كاين ناس قاريين، كاين ناس فاهمين، كاين ناس منصفين ما شاء الله. بصح عندنا مشكله وشنو هي؟ عدم الانصاف في الحكم. نحكموا بصفه عامه دائما نقولوا هذوك انتوما كاع ما تسواوش، انتوما هذوك كاع سراقين، هذوك فيهم، هذوك بخاله، هذوك يزوخوا، هذوك كذا. هذاك التعميم هذاك تعمم على ناس معينين ماشي مليح، لانك تحكم على الجميع وكل ما كان فيه وعليه. هذا الانصاف لازم يكون موجود. ومن بين الانصاف وشنو هو؟ ان الانسان كي يكون يعني حاجه تحبي تتعارض، انت راك تعارض وحبيت توجه. دوكا مثلا امام، امام لانه احنا الدين هو الضحيه الاول، الدين هو الضحيه الاول، واضعف انسان عندهم هو الامام او العالم تاع الدين. يقدر بسهوله عالم كبير او يتكلم يعطيه بكلمه السلام عليكم ما عندوش مشكله، ما على بالوش انه سيسال وراح يوقفه ربي يوم القيامه معه يوم القيامه. تصور انت تتكلم على الوضوء ولا تتكلم على حاجه تاع الدين ولا السيره النبويه ولا، يجيك انسان يبعث لك تعليق واش يقول لك؟ انا ما قريتش تعليقاته، ما نتبعش تعليقات، ولكن عموما واش راه يسرى؟ ما عنديش انا اثر في هذه الامور الحمد لله. عموما واش راه يسرى؟ انسان بعض الناس يجدر يقول لك على ما تهضروش عليك الحاجه؟ على ما تهضرناش عليك الحاجه؟ عليكم ترقدوا في الشعب، تحكوا له غير على السيره النبويه وكذا، راكم ترقدوا في الشعب هكذا. صح كي يكون البالون على ما تهضرش انت؟ كي يكون على ما تدخلش في الناس اللي عندهم غلو والصفحات اللي عندها غلو في كره القدم، وتدخل انت ايها المعارض وتروح وتتكلم وتقول ايه انتم عليكم ترقدوا في الشعب البالون؟ علاكم تتكلمون غير على الكره؟ علاه ما تتكلمش هذا الكلام انت؟ علاه جاتك غير في الدين فقط؟ غير في الدين اللي جاتك هذه المساله؟ سما باللي حنا كي نهضروا على الوضوء والصلاه ونهضروا على بر الوالدين ونحرضوا الناس على ترك المخدرات وغير ذلك، ولينا حنا نرقدوا في الناس، نرقدوا في الشعب. على ما تتكلموش على هذيك؟ على ما تتكلموش على هذيك؟ سما شوف كاين واحد النوع من الناس عندهم الصوره القاتمه، يعني دائما ينتقد. وهذا الانتقاد صفه مبالغ فيها عندنا احنا، حتى انتقدنا احنا الحوايج وينتقدوا احنا. احنا الشتاء الشتاء الشتاء، البرد البرد بزاف اليوم، بعد سخانه سخانه سخانه، عندنا الاحوال الجويه ينتقدوها. سما شفت هذا الانتقاد زايد، هذا مرض نفسي، هذا ماهوش معناتها انت مليح. وهذا الانسان نوع من هاد الناس تلقاه ينتقد نفسه، والله غير تلقاه ماشي راضي على نفسه. وعدم الرضا هذايا راه حاله نفسيه، لازم الانسان يعاود يعالج نفسه بالعقل، يعاود يرجع نفسه ويحط روحه في الانصاف. اوزن الايجابيات السلبيات نتاعك، الايجابيات السلبيات نتاع الامه، الشعب هذا فيها ايجابيات، الامه فيها ايجابيات، الامه المسلمه فيها ايجابيات كبيره، مانيش نذكرها، نذكر غير السلبيات. وهذا خطا، هذا خطا في هذه المساله التي هي مساله الحكم والانصاف في الاحكام. لازم نكونوا ناس موضوعيين، تكلموا بالموضوعيه. موضوع معين حاجة علمية قدرت تناقش، عندك مستوى الله يبارك، ما عندكش اسكت واسمع. هذا هو الأصل، لازم هكذا نتعلمه، تعلموا كل واحد نحطوه في منزلته، وكل مسألة لازم نعرفوا كيفاش تناقشوا فيها. ونحو العاطفة في كثير من المواطن في المسائل العلمية، ما عندناش عاطفة، ما عندناش عاطفة، والحماس هذاك الزايد والسب وغير ذلك نحيوهم هذوما، لازم نتأدبوا. والله احنا عندنا مشكل كبير، ولذلك شوف الثقافه الحقيقيه ما تنتقلش عندنا، ما تمشيش، ما تقدرش تجي تناقش تلقى روحك في كارثه. يعني هذا هو المشكل عندنا، نسال الله السلامه والعافيه.